بالنسبة للمرأة في منطقة الساحل تختلف على مناطق أخرى، خاطر سوسة بصفة عامة والساحل بصفة عامة ما تعرف فيه المعامل، فيه النزل، فيه معناها برشا فروع اللي تلجم المرأة تخدم فيهم، معناها تلجم تكون المرأة قاضية، المرأة معناها في السبيطارات عندنا برشا، سبيطار سهلول، سبيطار فرح الرشيد، الفروع، سبيطارات البريفي في كل بلاصة، كيما عندنا المحاكم، برشا محاكم في سوسة، المرأة تلقاها قاضية، تلقاها محامية، كيما عندنا المرأة الكادحة والمرأة العاملة. بالنسبة للمرأة في الساحل هي تكون كادر ولا إطار، هذيك تنجم يعني تلقى روحها في كل شيء، تنجم تحط صغارها في روضة في كريش، تنجم يعني ماديا تعاون روحها، خاطر الساحل غالي برشا، والساحل معناها المرأة بصفة عامة تتعب برشا كي تبدأ عاملة كادحة تخدم في معمل، تخدم في نزل، تلقاها تخدم في معناها خدمات بسيطة في ريستوران، في أي حاجة تكون شهرية ضعيفة شوية، المرأة هذه تكون تعبة على خاطر ترسيلها ما تنجمش توفق ما بين دارها وما بين الخدمة. بالنسبة للعنف ضد المرأة رغم اللي موجود القانون 58 لكن مانيش راه فيه يطبق كومبليتمون، خاطر العنف ازداد بصفة غريبة. احنا كاتحاد المرأة عاملين في بيرونا عندنا محامية موجودة، معناها كل عنف يصير ولا تجينا حالة عنف ولا نسمع على حالة عنف نجيبوها لبيرونا نعملوا لها استشارة قانونية وننصحوها وين تمشي، كان الأمن نعاونوها، كان معناها الصلح بينها وبين راجلها نعاونوها، نساء سورتو نساء متشارت زايدة في الشارع نعاونوا فيهم بصفة كبيرة من مهامنا كاتحاد المرأة، لكن العنف قاعد يكثر بصفة غريبة وصرتو ما فماش حتى مركز إيواء في سوسة للنساء ذوما، معنى ما تلقاش وين تحطهم، المرأة تتعرض للعنف، تو مرأة بسيطة تتعرض للعنف ما تلقاش وين تمشي، ما تلقاش كيفاش تلتجأ. احنا ديما كاتحاد المرأة وكأحنا كاتحاد المرأة وكزيدا للناس اللي تعرف القانون نحاولوا ننصحوهم، لكن كي تبدا مرأة معناها في دارها ما تخرجش تتعرض للعنف ما تلقاش كيفاش العنف كثر وطغى بصفة كبيرة سيرتو في الساحل. العنف انواع، راهو لاحظت ان العنف انواع، تلقى امراه قاعده في دارها يضربها رجلها يعنفها، ساعات تتصل بيا تقول لي مدام سلوى شوف لي حل، نقول لها شنو هو الحل، امشي اشكي بي، تقول لك ما نجمش نشكي نخاف ما عندي وين نمشي، انا نسكن في دار بوه ولا نسكن معاه ودارنا بعاد عليا ودار مش يقبلوني على خاطر عندهم التزامات، مسكنا تتلست يا اخو العنف في ذرته العنف منهم امراه بعثت لي تصاور تاع عنف، يعني بدنها الكل مهتك ودارها مكسره لكن ما تلقى وين تمشي، قاعده وساكته، نقولها ايجا اشكي، تقول لي وين باش نمشي، كيفاش نشكي بصغاري، باش نقعد مده نستنى في النفقه، باش نقعد مده نستنى في شكون يعيل فيا، شوف لي حل، شنو هو الحل، نقول له ما فماش حل، كانك انك تاخو معناها بالقانون، تقول لي القانون وبعضهم ضيع في الشارع. تلقى زيادة مرأة تقول لك خدمت في بلاصة ويعطيني أجر ضعيف برشا، يعني تلقاني مميز بين المرأة والراجل، ما يحاولش يخلصنا بالكدا، نحاول ننسقلها مع ست اتحاد الشغل، ننسقلها مع شكون المسؤولين باش تاخذ حظها. وفما زيادة العنف اللفظي، تبدا مرأة تمشي في الشارع تلقاها هي بالكرهبة، يا تلقاها كلام زايد لا يقدر لحد شيء، يعني العنف أنواع 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 في الساحل. بالنسبة للمرأة في السياسة مشاركتها في السياسة نسبة ضعيفة ضعيفة ضعيفة، كما يقولوا ديما في التصاور يحطوها القدام، كما عندنا طور بالنسبة للساحل نقولوا المحليات في سوسة لنا، نسبة المرأة ضعيف برشا، تقول لك ما نلقاش حظي مع الراجل، ما نلقاش الجرأة، ما نلقاش نخدم كما يخدم الراجل ونعمل كذا وكذا، يا اما نقص في شخصيتها يا اما تقول لك عن تجربه، المراه في السياسه ماهيش عندهاش حظ 100% راهو، وانتخابات مهما كانت معناها محليه تشريعيه رئاسيه، خاطر تو كي تمشي للانتخابات يقول لك شنو انتخب امراه باش نحط امراه تحكم فيه، يزي امراه تحكم فيها في الدار ومراه نلقاها في الشارع والمراه قويه كل شيء، ننتخب راجل خير، هيك علاش يعني نعرفش ضعف شخصيه من الراجل اللي ما يعرفش اللي فما المساواه بينه وبين المراه، تلجم المراه بثقافتها وتلجم المراه معناها تأطيرها، تلجم هي اللي تعطي الاضافه اكثر من الراجل، لكن ديما نقاول الراجل ينتخب الراجل. بالنسبه للمراه في الساحل وحقوقها، تو الساحل نقولوا ساحل ما نقولوش سنتر فيل واحياء معناها احياء راقيه، فما عندنا الاحياء الشعبيه برشا، عن الاحياء اللي ما تنجمش حتى تدخل تشوف حالتهم كيف نيه، بالنسبه للوسط البلاد وبالنسبه للمناطق الامانه الراقيه في سوسه تلجم تلقى حقوق تلجم تستشير، لكن تجيك معناها متشور تاع نفيذه متشور تاع سيدي بوعلي تشور تاع القلعه تشور تاع مساكن معناها بلاش بلايص صعيب باش تلقى حقوقها، هكا كبها في الدار وكهو تمشي للعمده يقول لها شد دارك، معناها فاسون دو بارلي تمشي كذا وكذا يقول لها شد دارك، ما تلقى شكون تشكي تقول الشيخ تقول كذا تقول لك قال لي
باش تجي لسوسة باش تشكي، لا تلقى عندها فلوس، لا تلقى عندها الجرأة، لا تلقى عندها قوة شخصية باش تدافع على روحها. لهذا احنا كاتحاد المرأة مفكرين في برنامج هذايا باش نتنقلوا للمناطق النائية تاع الساحل الكل، باش نشوفوا نعملوا لهم دورات تكوينية ودورات ثقافية في حقوقهم، كيفاش يتصرفوا، بشكون يتصلوا بينا. حتى مش كان احنا، حتى عندنا برشا جمعيات نسائية تنشط بصفة غريبة. هذا نداء مني انا كسوسة والجمهورية كاملة، ماذا بينا ندخل للأحياء اللي موجودة، معناها الموجودة داخل معناها المدن نتاعهم وداخل ولاياتهم، ويحاول يدافع عن حقوق المرأة. خاطر المرأة مستحيل مسكت تنجم توصل صوتها، حدها باب الدار، حدها الحومة وترجع تروح تقولك أني طب باش نمشي نركب ونمشي لاخو حقي، شكون باش يعاوني، شكون باش يقف معايا. معناها هذايا ماذا بينا نتعاونوا احنا ونوصلوا لهم حقوقهم حتى لباب الدار. عندنا برشا جمعيات همها الوحيد المرأة والدفاع حقوق المرأة. مش نشكر في سوسة، لكن بامتياز وبرافو لكل جمعيات في سوسة. كل امرأة ما عندهاش حق في سوسة، عندنا جمعية تلتجأ لها وتاخو حقها، يا إما يطوعوا لها بمحامي، يا إما ينصحوها، يا إما يشوفوا كيفاش يعطيوها معناها طرف باش معناها ماديا يحيطوا بها، ماديا واجتماعيا ونفسيا. جمعيات في سوسة برافو، قايمين بواجبهم 100%. رسالتي للمرأة، يا مرأة راك أم وراك أخت وراك صديقة الرجل، وراك أنت اللي تكمل وبيك أنت تبني المجتمع. حاول وصل صوتك، حاول دافع على حقوقك، حاول ما تضعفش، قوي شخصيتك. خاطر كي تبدأ أنت كأم شخصيتك ضعيفة، خاطر الأم إذا أعددتها أعددت مدرسة، الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت جيلا طيب الأخلاق. يعني كون شخصيتك قوية في دارك مع راجلك في الاحترام في الشارع بالاحترام، صغارك يورثوا منك هذيك. الأم هي الكل، ماذا بينا كل أم تكون قوية بأخلاقها ثقافتها وبتربيتها، ويزمها تدافع على حقوقها وما تسلمش فيها.